بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع جميل كالعادة لقيته فحبيت أشارككم الموضوع في مواضيع في الإنتاج الحيواني. لما الواحد بيقراها بنبسط جدا لما بيشوفها، وبحب ان القيها واقراها على مسامعكم. الهدف من الكلام ده ايه؟ ان ده كلام بنقوله كتير وبيجينا اسئلة فيه كتير، وفي كتير جدا من الناس اما بييجوا يسألوه بنقول لهم يا جماعة والله هي دي الحقيقة، فما بيصدقوناش. فبصراحة لما الواحد بيلاقي كلام مكتوب بطريقة عامية مصرية جميلة سهلة ميسورة، فالواحد بيقول لا والله أنا مش هسيب الكلام ده، هو أنا لازم أسجله وأخلي كتير من المشاهدين والمتابعين وأساتذتي في الإنتاج الحيواني. طبعا يعني كل مربي في مصر بعتبره أستاذ ليا في الإنتاج الحيواني، محدش خايب، الناس ما شاء الله عليها فاهمة وواعية، ولكن بيبقى في ناس بتصر على فكرة معينة أو في ناس بتبقى لسه جديدة في المجال، مش هقول مش فاهمين ولكن مش دارسين أو مش شايفين كل حاجة. وطبعا اللي يقول إن أنا عارف كل شيء في الدنيا يبقى مش حقيقي، بس في امور مسلم بيها. طب انا طولت في المقدمة، ولكن الموضوع بعنوان الناس بتوع عاوز دراسة جدوى وعاوز اعرف ايه احسن، الحلاب ولا التسمين والكلام ده كله، ده عنوان الموضوع. الموضوع طبعا مش انا اللي كاتبه، وانا هقول طبعا المصدر في الاخر وهقول مين صاحب الكلام الجميل ده. طيب بص يا باشا، بعيدا عن موضوع الإحباط أو ما شابه، الفكرة إن دراسات الجدوى والأفضلية دي اتعملت في بلاد بره عشان هما عندهم مقاييس موحدة، عندهم مقاييس موحدة. يعني على شركة فلان مكتوب عليه كل مواصفاته وكل تركيبته وبيستعمل في ايه وامتى وفين، مقاييس ومعايير عدى عليها قبل ما تنزل السوق، وكل شوية في رقابة حقيقية، وحط تحت كلمة حقيقية 1000 خط على انتاج المصنع. نفس الكلام على العجول او العجلات، في مواصفات موحدة لو عاوز تعمل حظيرة تساع 50 راس أو 2000 راس أو حتى 1000000 راس، لازم تستوفي المعايير برضو تحت رقابة وحقيقية صارمة. طيب فلما تنزل دراسة جدوى من إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا تقول أن البقرة بتحلب 80 كيلو لبن متوسط في اليوم، أو العجل ده هو اللحم ده هو بيزيد 2 كيلو لحم في اليوم، دول ناس عندهم نظام وناس عندهم معلومات، والكلام هناك موحد، مش هتلاقي فروق رهيبة بين نوع علف ونوع تاني في السعر او الجودة، كلها بتكون في حدود 10 لـ20% مش اكتر. برضو نكمل نفس الموضوع. نقطة تانية مهمة، وهي هي انتاجية البقرة او العجل بتختلف على حسب البيئة، اللي هي قاعدة
على حسب البيئة اللي هي العجلة أو العجل متربي فيه. دول ناس عندهم هناك بيشغلوا موسيقى كلاسيك للبقر وهي بتحلب، وفي فرشة للتدليك وعمل مساج للبقرة وهي داخلة تحلب. ده غير طبعا الاهتمام الرهيب بالنظافة، كل ده عوامل مهمة وبتأثر على إنتاج اللبن واللحم ومواصفات ومواصفاته طبعا، يعني تركيب اللبن ومواصفات وجودة اللحم. طيب نكمل نفس الكلام الجميل جدا اللي احنا قاعدين نقوله ده. وأخيرا في حاجة اسمها التربية الاقتصادية، في حاجة اسمها التربية الاقتصادية، بمعنى ايه؟ ان اقل عدد ممكن اربيه يحقق معايا اعلى ربح، وده طبعا مستحيل يتحقق بعجل ولا 10 على الاقل. علشان تحقق دخل محترم لازم ما تقلش عدد الحيوانات عندك عن 40 إلى 50 راس، ساعتها بتجيب أعلاف مباشرة من المصنع بخصم وخلافه. بلاش تجري ورا إعلانات النت والعجل أبو 2 كيلو في اليوم والبقرة أم 40 كيلو لبن في اليوم. دول لو حصلوا في مصر بتبقى صدفة، أو في مزارع شغالة بالنظام اللي قلنا عليه في الأول. إنما تروح تدفع 50,000 جنيه وتجري في بقرة وتجري بيها على المصارف والترع، يبقى أنت يا سارق الفلوس ديت، يا إما أنت ما عندكش مخ توزن بيه أمورك. معلش على الإطالة، الكلام الجميل اللي احنا قرناه ده بقلم محمد السحيمي، نشر هذا الرأي في جروب رابطة مربي الثروة الحيوانية بمصر مساء يوم السبت 30 أكتوبر 2021. أعقب تعقيب سريع طبعا على الكلام اللي قاله محمد السحيمي، اللي هو قال الناس بتوع عاوز دراسة جدوى وعاوز أعرف إيه أحسن، الحلاب ولا التسمين ولا الكلام ده. طبعا أخونا محمد الراجل مش بينكر دور دراسات الجدوى، هو عاوز يقول إيه؟ هو عاوز يقول إن في ناس بتيجي تعمل دراسة الجدوى بتبالغ جدا، بتقول كلام مش حقيقي مش واقعي. يعني هو عاوز يقول هل أنا عندي عجول لحم متخصصة في إنتاج اللحم، حتى لو هي أصناف يعني فعلا في إنتاج اللحم، هتدي 2 كيلو لحم في اليوم؟ طيب لو الصنف ده موجود في مصر، هل هو متأقلم للدرجة اللي هو هيجيب فيها 2 كيلو لحم زي ما هو بيدي في بلاده؟ يعني الظروف البيئية في مصر هي نفس الظروف البيئية اللي الحيوان ده هو، يعني زي الأبردين أنقص مثلا، هل الأنقص اللي موجود في بلاده في الأورجواي ولا براجواي ولا أمريكا اللاتينية أو البرازيل هيبقى هو نفس تحت الظروف المصرية؟ هل المرعى هناك زي المرعى هنا؟ هل العليقة وتركيب العليقة وجودة العليقة والرقابة على العليقة هناك زي هنا؟ ده اللي الراجل يقصده. فبيقول لك إيه؟ مش معقول انا تحت الظروف والبيئة والعليقة والأدوية ونظام الرعاية والحظاير والنظافة ودرجة الحرارة والرطوبة، هل ده ينفع انا اقيسه على ده؟ يبقى بالتالي دراسة الجدوى لو بلغت وخرجت عن الطبيعي تبقى دراسة وهمية ومش اقتصادية ومش لا تتناسب مع ظروفنا المصرية دي. يعني الراجل عاوز يقول كده، فالراجل بيقول لك ما تحطش فلوسك في عجل لحم او عجلة تناسل وخلفة وانتاج لبن
بسعر انت مش هت يعني مش هت مش هيعود عليك بده، يعني معروف يعني مدخلات يبقى فيه مخرجات. انا النهارده المدخلات بتاعتي مش جيدة، فمش هيبقى المخرجات جيدة، يبقى الموضوع بتاع 2 كيلو لحم في اليوم هيصفى على نص كيلو 750 جرام، ال 40 وال 50 وال 60 كيلو لبن في اليوم هيصفى على 15 20 لما يكون. ليه؟ عشان الظروف البيئية، عشان درجة الحرارة، عشان العليقة، كل ظروف الرعاية المحيطة بيا. وبالتالي يبقى انا دراسة الجدوى اللي انا خدتها بشكل وهمي وفيها ارقام مبالغ فيها ومش حقيقية مش هتعود عليا بأي مكسب. شكرا استاذ محمد السحيمي، شكرا لكل اعضاء رابطة مربي الثروة الحيوانية بمصر على الفيسبوك. انا سعيد جدا بكتاباتكم، كتاباتكم جميلة بسيطة ولكن فيها عمق، وطبعا ما ناخدش الكلام على العموم، احنا لازم ناخد الكلام بهدوء شديد جدا ونبقى فاهمين ان المقصود ان انا ولا اهون ولا اهول، مفيش حاجة اسمها 0% ومفيش حاجة اسمها 100%. يعني مش بقول ان الحيوان ده هما بيزيدش، بيزيد بس مش بيزيد 2 كيلو يا سيدي، ما بيزيدش كيلو ونص، بيزيد 700 جرام 800 جرام 500 جرام 600 جرام. العجلة ديت مش بتجيب 40 كيلو ولا 50، يا سيدي بتجيب لبن بس بتجيب 15 بتجيب 16. ده الهدف. ألقاكم على خير. كان معكم الكاتب والباحث محمود سلامة الهيشة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. في أمان الله ورعايته.